لا لا ما, أنا لا لا ما ده مش حوار احنا ما بنتحاورش. لا بعد اذن حضرتك هي دي المشكله الاساسيه يا كابتن عبد العزيز. كابتن عبد العزيز في هذا الرجل يا كابتن لان هو بيتطاول على اي حد في مصر وعايز كل مصر تعتذر له. ازاي كابتن عبد العزيز ازاي ممكن ممكن تسمعني؟ ممكن تهدى؟ انا هادي والله. سياده المستشار كم كلامي وبعدين كم كلامك ايه؟ سياده المستشار ما احنا اللي هنتكلم بنفس الهدوء اللي بنتكلم بيه. كابتن عبد العزيز اديني فرصه اتكلم لو سمحت. انا ساكت.